خطه وكل الوصل ممدود حباله. الله يبيض وجهك ابو علي ويسعد ابو صالح، امتعنا عقب هالانتعاشه ذي. نعيشنا اي والله. وحاتم تجهز عقبه على طول. العيد فرحه الحقيقه. وابن فطيس الله يمسيه بالخير. امين. قال توجيه جميل الحقيقه. هو جميل اننا بالعيد لا شك نشري الثياب الجديده ونلبسها. لكنه العيد مثل ما قال ابو حسان وقال ابو عبد المحسن فرصه الحقيقه للوصل، وقالها ابو محمد تؤلف القلوب. نعم. فرصه للوصل وفرصه لاصلاح ذات البين. نعم. هذا ما مثله يعني، اذا فيه وقفه خاطر وقفه نفس رح وبادر يا سلام. رساله بالوقت الحين. هذا هذا وقته ترى. اي والله لا تروح، لا يروح العيد الا وحنا متصالحين. يا سلام يا سلام. اسمعوا وش يقول ابن فطيس. العيد ما يحتاج لكثرة هدوم، يحتاج له وصل وسلام ومودة، يحتاج له وصل وسلام ومودة. عايد بني عمك وخصص لهم يوم، وباب الزعل والكره والبغض سده، باب الزعل والكره والكره سده. وزور الذي ما يقدر يصوم ويقوم، الشايب اللي هده الكبر هده، الشايب اللي هده الكبر هده. زور المريض اللي جفت عينه النوم، اللي قضى دهر طريح المخدة، اللي قضى دهر طريح المخدة. وجميع مسلم عيد وتمم الصوم، اضحك بوجهه صافح وحب بخده، 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 اضحك بوجهه صافح وحب. لا لا لا.